الرحمن الرحيم اهلا ومرحبا ابنائي الاعزاء ابناء التعليم الفني الصناعي تخصص فني لحام الصف الاول كنا اشتغلنا مع بعض في الحلقات العدت في وحده اللحام والقطع باللهب بالأكسستيلين طبعا كنا مرينا بيها من اول وحده تجهيزات وقلنا ان بتاعتها بتختلف عن قبل كده طبعا جهزنا وبدينا جهزنا المكان العمل بتاعنا من من اسطوانات من منظمات من من ازاله الشحوم تطهير الانظمه الاماكن كل الكلام ده اتعرفنا بعدين في الحلقات اللي بعديها على الفرق بين اسطوانه الاكسجين واسطوانه الاستيلين الفرق بعدين اتعرفنا عن الاجزاء بتاعتنا البواري البوري بتاعنا لكن احنا لسه ما تعرفناش على البوري نفسه كده لا ما جيناش عند البوري نفسه لكن اتعرفنا على ايه على انواع اللهب المخروطي واللهب المقرب والمؤكسد المتعادل اسماءهم بس لكن لسه ما عليهم ان شاء الله في باقي الوحده هنكمل تعرف عليهم اا خدنا مع بعض الوحدات اللي عدت طريقه عمل منظمات منظمات الضغط ايه الفرق ايه الفرق او ايه الفرق ايه ميزتهم ايه المميزه فيه في المنظمات الضغط قلنا ايه الفكره من وجود العدادات اللي عليها لما اتكلمنا وعدينا الضغط وفرجنا على فيديو صغير وضح لنا ان مرور الغاز بيمر بيدخل جوه الغاز الغاز بيدخل جوه الاول عداد ليا بيقرا لي اللي جوه الاسطوانه بضغط بفتح الضغط بتاعي بيسمح لمرور الغاز لبوري اللحام فاثناء مروره بيقدر يعدي على العداد الثاني بقدر اتحكم من الكلام ده بعرف ان العداد الغاز اللي خارج ده غاز كافي او قليل فبالتالي اتحكم في منه في, منه في عمليه الضغط يبقى عرفت ان انا بتحكم في في الضغط في الغاز الخارج من خلال المانومتر او منظمات الضغط العدادين اللي موجودين عداد بيقيس الداخل الاسطوانه وعداد بيقيس اللي خارج الاسطوانه وكده يبقى ايه عرفت المنظمات او فيها بعدين اتجهنا او بعديها النقطه اللي بعديها كان بواري الـ 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 انواع اللهب او شكل اللهب بتاعي ومناطق درجات الحراره بتاعتهم لما قلنا في اول شكل التلاتة التلاتة الشكل بياخد شكل مخروطي كامل أعلى فيهم درجة المخروطي بيكون اللي هو في الفوهة بتكون بره خالص 3480 النواة الصغيرة الأخيرة اللي هي من جوه اللي هي إحنا أول ما هنتكلم عنها في المخروطي الأول وهي بتكون 1200 درجة هنبتدي نتعرف بقى ونرجع مع بعض جزء من التذكير كده من الحلقة في نهاية الحلقة السابقة على إيه؟ الاسماء المخروطي اللي عندنا وكل واحد منهم شكله ومميزاته او طريقه عمله او فكرته ايه ماشي اول حاجه عندنا المخروط الاول ويسمى اللهب او المخروط الابيض بيكون لونه ابيض بيكون شكله مثل سن القلم يعني مدبب يتم التفاعل الاساسي في داخله يعني هنا بيتم في الحته دي في المنطقه دي بيتم التفاعل الاساسي لونه أبيض مائل للأزرق شوية بيكون مائل للزرقان تتراوح درجة حرارة المخروط من الصفر لألف ومئتين درجة بحد كحد أقصى يستخدم هذا المخروط لضبط إيه لضبط المسافة بين الشغلة واللهب والبوري أه تقع في منطقة المنطقة الثالثة وهي عليها وعليها يتم ضبط المسافة بين رأس المخروطي الأول ومنطقة الصهر لتكون في حدود 3 مللي اللي هي منطقة بركة بداية احتكاك مع بركة اللحام تمام يبقى ده ايه بالنسبة لنا المخروطي الأول المخروطي الأول أه بيكون هو ايه بالشكل اللي احنا اتكلمنا عنه تيجي بعد كده المخروطي الثاني ويسمى المنطقة اللحام ويتميز بإيه؟ بالمميزات اللي احنا نتعرف عليها دلوقتي. عادة يصعب ايه تمييزه. يعني احنا نميزه لا ما صعب شوية إن أنت تعرف تميزه. اه يختلط اه طول وحجم حسب نوع اللهب يعني طول المخروط الثاني ده طوله وشكله بيختلف حسب ايه حسب نوع اللهب لعب نوع اللهب ايه هل لهب مقارب لهب متعادل لهب متاكسد وده بيختلف حسب نسبه الاكسجين او الاستيلين الزياده زي ما احنا ايه هنشوفهم بعد كده مع بعض يحيط بالمخروط الاول يعني هو بي بيعمل طوق او او ايه او محتضن المخروط الاول اللي هو الصغير الاول تمام فده بيكون هو المحيط حوالي منه اثنين اه او النقطة اللي بعد كده يستخدم هذا المخروط لصهر المعدن الاساسي حيث يبلغ اه درجة حرارة ايه الحرارة بتاعت اللهب في داخله اعلى من درجة حرارة درجة الحرارة القصوى بتبدأ من كام من 3200 ل 3480 درجة مئوية تمام يبقى هو درجة حرارته هو اعلى درجة حرارة بيصهر مين بيصهر المعدن الاساسي يعني المعدل الاساس بتاعي لان معدل الاضافه بيكون ضعيف وقليل جدا فمعدل الاساس بيكون مساحه حجمه اكبر فبالتالي لازم عايز الحراره تكون اكبر عشان كده انت لما تخش بسلك بتاعك هتخش تلطش او تخش تخلي سن الفواه سن المخروط الاول هو اللي هيلطش سن الاضافه هيلطش سلك الاضافه فبالتالي تلاقيه هو بينصهر معاك وبيتماشى مع مين مع لان قط ان معدل سلك الاضافه اقل من 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 الخيام الاساسي تمام فبالتالي هيحتاج ليه للمعد انك تكون رايحة لدرجة الحراره الاقل تمام المخروط الثالث ويسمى باللهب الشارد لانه لهب شارد لانه شكله من 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 فارش اكتر وفارد اكتر فبالتالي ملهوش شكل معين فمش محدد المكان بتاعه والشكل بتاعه فبالتالي اسمه اللهب الشارد غير منتظم الشكل درجة حرارته تصل إلى 1200 درجة، طبعًا علشان هو منبثر فبالتالي إيه فم أو أو فارد فبالتالي درجة الحرارة متوزعة فبن فأقل درجة حرارة هو. يحيط بالمخروط الثاني طبعًا محتضن وطالع من إيه وفارد فوق مخروط المخروط الثاني. وأكبر منه حجم يستخدم لعزل البركة اللحام وطبعا دي ميزة من مميزاته المهمة جدا حزل بركة اللحام المنصهرة عن الهواء الجوي وذلك لحمايتها من تأثيرات غازات الأكسجين والنيتروجين على وجود اللحام وهنرجع ونأكد على الكلمة دي تاني علشان أو, أو النقطة دي تاني لأن هي دي أساس أساس فكرة اللحام وحمايتها من الأضرار الخارجية من التفاعلات الجوية أو كده ايه هو الكلام ده تاني إن احنا قلنا ان احنا هو هندربها وهنتعرف عليها بعد كده دايما ودايما هي دي النقطه الاساسيه اللي تتعامل بيها ان وجود الاكسجين او النيتروجين في منطقه اللحام بيعمل بيسو اللحم. بيفسد اللحام بيفسد اللحام ازاي بيعمل فيه فقاعات هوائيه او كاسبور فالفقاعات الهوائيه دي بتنتج منين وجود من دخول النيتروجين او الاكسجين في منطقه اللحام طب ابعدهم ازاي في كل اسلوب من, من اسلوب اللحام من اساليب اللحام ليها طريقه بتعمل ايه بتشتغل عليها في الاسلوب بتاعنا بتاع في التج بيستخدم في التج الغاز الارجون او غاز الهيليوم حسب نوع طريقه الوضع اللحام بيستخدم الغازين لايه لحمايه بركه اللحام قبل وبعد اللحام واثناء اللحام تمام اما في الحام الام ام اي الكهرباء آه الحام القوس الكهربي الام ام اي بيستخدم البودره الموجوده على الالكترود آه اثناء احتراقها نتيجه الشراره بيحترق بيعمل غاز بيحمي بركة اللحام فما قبل اثناء بالضغط المنبعث والتيار الكهربي المنبعث بيبعد, بيبعد عن بركه اللحام الاكسجين او النيتروجين في الـ في الـ بيجي بعد كده الخبث اللي بيقعد من 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 البودره دي بيعمل ريكفر وبيعمل كاب على ايه على مكان على 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 كاردون اللحام على بركه اللحام اللي لسه من صهره فبالتالي بيحفظها فيما بعد اللحام تمام اما في الاسلوب بتاعنا في اللحام اللحام بالغاز او لحام بالاوكسستيلين بيح بيحفظ ازاي بيحمي ازاي بيحمي نتيجه أه وجود اللهب اللي هو موجود الشارد ده بيعمل ايه بيطرد الاكسجين والنيتروجين من مكان اللحام فبالتالي بالحام بركه اللحام بتاعتي تصير في استقرار وامان تمام اخر حاجه نقطه يوم يستخدم للتسخين المسبق لعمليه اللحام بالتالي هو شارد بره في الاول قطعه الخامه بتاعتي كده شاردانه وهو بيخليني يفرد قدامي فيفرد يعمل ايه يعمل عمليه تسخين مسبق قدام مني للح... للخامه بتاعتي تمام نيجي للرابعا أربع... رابع عن انواع اللهب الاوكسيستيلين أنواع لهب الأكسستيلين وده النقطة اللي كنا وقفنا عليها في حلقة الحلقة السابقة ودي بداية شغلنا اللي نشتغل مع بعض يمكن تصنيف لهب الأكسستيلين وذلك حسب نسبة خلط الغاز الأكسجين والاستيلين إلى ثلاث أنواع. إيه هم يا مستر؟ إيه هم ثلاث أنواع؟ أول نوع عندي هو اللهب المتعادل أو أو زي ما بيقول عليه المحايد. يعني ده لهب متعادل. بياخد كمية الأكسجين بتساوي كمية الاستيلين كمية الأكسجين كمية الاتنين زي بعض ما ينفعش الزيت دي عن فبالتالي ده لهب متعادل لهب متعادل كل نوع لهب ليه ليه طريقة استخدامه هده هنتعرف عليها بعد كده النوع الثاني هو اللهب المؤكسد اللهب المؤكسد وهو زيادة نسبة الأكسجين عن الاستيلين اللهب المكربن وهو زيادة نسبة الاستيلين على نسبة الاكسجين تمام؟ أولاً أشكال وصلات اللحام تمام؟ هنبتدي نتعرف على أشكال وصلات اللحام، وصلات اللحام هي الشكل هي اللي هي الطريقة اللي بنقدر نحدد بينها كل أنواع من أنواع الأشكال اللي هنستخدمها. فأول وصلات عندي وصلات تقابلية وافصل وافر بين الوصلات والاوضاع الوضع حاجه والوصله والوصلات حاجه لان الوضع ده طريقه شغل هتشتغلها لكن الوصله دي طريقه دي دي امر هتنفذه ازاي يعني انا في الوصله في الوضع انا هاخد مثلا هاخد تصاعدي Vertical up أو تنازلي، Vertical down أو هياخد Horizontal مستوى أفقي في مستوى النظر أو هياخد هوفر هيد على الراس دي كلها اسمها إيه؟ أوضاع ماشي أما الوصلات هي وصلة تقابلية اتنين قطعتين جنب بعض أو وصلة تراكبية اتنين قطعتين فوق بعض كده أو وصلة حرف تي كده مثلا عرفت ايه تمام او وصله زاويه داخليه او خارجيه كده تمام دول دي اسمها ايه وصلات عشان افصل بين بين حاجتين بين, بين حاجتين انواع الوصلات وانواع الاوضاع يبقى الاوضاع ان انا هلحم انا راجل هلحم وهلحم عايز الحم ايه طالع لان كان عندي عايز تلحمة طالع فهلحم تصاعدي اللي هو فيرتيكال اب او هلحم تنازلي او هلحم هورزنتال أو هالحم أوفر هيد تمام؟ يبقى حسب إيه؟ حسب النوع الوضع, الوضع اللي أنا هعمله ده اسمها أوضاع. أما الوصلات زي ما احنا كل لسه دلوقتي وصلة زاوية اسمها دي كده هلحمها هنا كده اسمها زاوية خارجية. هنا هلحمها هنا اسمها زاوية داخلية. حرفتي. كدا كدا إيه؟ داخلية. كده حرف تي تمام؟ كده تراكبية. كده دي وصلة تقابلية. فدول شكل بعض دول اسمها وصلات للتفرقه بين الاوضاع والوصلات تمام يبقى انا عندي وصلات اللحام هي جميع جمع قطعتين من المعدن معا ويمكن ان تاخذ طريقه لجمع عدد عده اشكال منها الاشكال اللي جايه ديت وهي واحد وصله ايه تقابليه اثنين وصله تراكبيه ثلاثه وصله زاويه داخليه وحرف تي ووصل الزاوية خارجية تمام دي أنواع الوصلات عندي ودي عندنا زميل بينفذ في وصلة لحام تقابلية في مستوى النظر أفقي في مستوى النظر وبينفذ أهوت ده بينفذ لحام أفقي في مستوى النظر تمام بيبتدي ياخدها من اليمين للشمال او من الشمال لليمين حسب ايه؟ حسب ايه طريقه تنفيذها. وادي شكل الوصله التقابليه والت... والتناكبية واحد تنفيذ بوضع القطعتين في مقابل بعضهما البعض ويتم تحديد ايه المسافه بينهم. يعني انت بتحدد مسافه بين القطعتين زي مثلا ما ظهر معانا في الشكل هنا كده اللي فوق بيحدد ايه الشكل المسافة بين بين مين بين بين القطعتين. اه فالمسافة بينهم وابتدي احدد بينهم وكده واخد ايه? واجري عملية لحام ويتم تحديد المسافة بين القطعتين لتكون حوالي ربع سمك المعدن أو سلك أو سمك سلك ايه اللحام. يعني ايه الكلام ده؟ وده مهم جدا. لما بسيف مسافة مسافة اسمها احنا بنقول بيتكلم عنها بال بالعمي او في الشغل بره او في الخارجي بنكلم عليها مسافه خلوص مسافه النفاذ كل دي دي اسامي بنقولها عليها ايه مسافه الخلوص ايه مسافه النفاذ علشان الحم جذر المعدن واتاكد ان المعدن عمل معايا نفاذيه تحت في اخر جذر المعدن لان انا الحم في قطعتين معدن زي كده فانا عايز اسيب مسافه بينهم ربع سلك ربع سمك السلك بتاعي علشان يبقى منورين شويه كده مش قافلين خالص يبقى منور شويه كده فبالتالي اجري عمليه اللحام يعمل نفاذ معايا في في من في من الجهه الثانيه ويجيب جذر المعدن من ناحية دي ما هو المعدن ليه وش امامي وليه وش خل... وليه خلفي اللي هو الجذر نهايه الجذر بتاع المعدن خالص فانا لما الحم امامي هنا كده الحم امامي هنا كده بالشكل ده هبتدي معايا جاب لحام سطحي في الوش بس لكن هل جاب معايا جذر المعدن في الخلف لا فيبتدي ايه تسيب مسافة ربع سمك السلك الاضافي ربع سمك سلك اضافي فيبتدي يبقى فيه منور شوية فيبتدي اجر عملية اللحام يدي نفاذ معايا في جذر المعدن ده تمام يبقى وصلات ينفذ بوضع القطعتين في مقابل بعضهما البعض يتم تحديد المسافة بين القطعتين لتكون حوالي ربع سمك المعدن أو سمك السلك اللحام تمام؟ تاني حاجة الوصلة التراكبية تنفذ بوضع القطعتين فوق بعض الوصلة التراكبية تنفس بوضع القطعتين فوق بعض زي ما احنا بنتكلمنا عنهم زي ما واضح معاك في الصورة شايف قطعة راكبة فوق القطعة فهم بالشكل ده كده ودي اسمها الوضع بوضع ايه تنفيذ بوضع القطعتين فوق اه بعضهم البعض بحيث يكون نصف كل قطعة في في منتصف الاخرى تمام يعني مش في يعني ما ينفعش احط الاثنين كده لا اللي هو في طرف القطعه في اولها لا لازم أن تكون في نصها ده النص ده النص اهوت وده النص هنا احط الاثنين في نص بعض كده تمام يبقى في نص بعض كده بالشكل ده اهو فبالتالي يبقى انا ايه كده ايه عملت ايه عملت اللحام آه بالوضع التراكمي علشان يدي ايه يدي عزم معاك وتمام كويس آه دول ايه الوصلتين وصل الزاويه الداخليه وتنفس بوضع آه القطعتين على حر على شكل آه على الشكل ايه في كده على شكل حرف في وزاويه حرف تي او ممكن يبقى على حرف التي من على الطرف او حرف التي من على في وسط المعد أربعة الزاوية الخارجية وتنفذ بوضع القطعتين بشكل على الشكل مثلا زاوية تمانية زي 8 كده أو زاوية ليا وتلحم من الخارج أو من الداخل تمام تلحم من من الداخل أو من الخارج أه بس اللحام من الداخل في الحاله دي بيكون لحام ضعيف جدا المفضل ليه ان يلحم في زاويه الحرف التي هيكون افضل بكتير علشان يديله امكانيه اكتر في إنه يجيب المعدن المعدني الجنبين يعني وانا بلحم في الزاويه كده هتلاقي إن ما كانتش زاويه منفرجه فمش هتقدر تجيب بين, بين ايه بين قطعتين المعدن اليمين والشمال او القطعه اللي في اليمين اليمين والشمال لكن في في حرف التي بتديك سماحيه إنك تروحي يمين وشمال، كل ما تقفل معاك الزاوية كل ما تديش سماحية أبدًا إنك تلحم من الداخلي، تلحم خارجي ماشي لكن ما تلحمش داخلي، لكن أنا لو بلحم في زاوية منفرجة أه هتسمح معايا تسمح معايا باللحام خارجي آه، داخلي، كل ما تسم... كل ما تدي في زاوية كل ما تقفل الزاوية كل ما تديش سماحية في اللحام من الداخل، لازم تديها لحام من الخارج ما تنفعش لحام منين؟ من الداخل تدي لحام من الخارج. ثانيًا أوضاع وتنفيذ خطوط اللحام ادي لسه هو ده الاوضاع اللي احنا كنا بنتكلم عنها فرق بينها وبين الوصلات هنا الاوضاع هي الايه بالشكل اللي هتوضح لنا دلوقتي ولا هنشرحها دلوقتي وضع اللحام هي وصف لحركة تكوين خط اللحام ولتكون خط اللحام توجد اربع اوضاع وهي كالتالي واحد الوضع المسطح ان انا ألحم في وضع مسطح يعني هلحم قدام مني القطعه بتاعتي كده وابتدي ايه اشتغل عليها الحام كده يعني هلحم بالشكل ده ده في المسطح هبقى يعني قدام مني القطعه بتاعتي والحم ايه على المسطح قدام مني يعني انا في وضع زي ما انا كده قاعد وشغال او كده باخد بشتغل كده ده ده في الوضع ايه المسطح ايا يكون نوع الوضع المسطح بقى هلحم زاويه هنا شفت اهوت احنا جبنا جمعنا بين مين؟ بين الوضع والوصله هل حم زاويه هل حم حرف تي هل كل ده فين؟ اسمه في مسطح يبقى في الوضع غير الوصله الوضع غير الوصله عشان دايما بيحصل لبس بين 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 الوضع بين الطريقتين او او الهدفين او النظامين النظام ده غير ده ده حاجه ودي حاجه او ده جزء بيكمل جزء انا هلحم بوضع مسطح هلحم بوضع مسطح هلحم زاوية حرف تي هلحم زاوية خارجية هلحم تراكبي هلحم تقابلي يبقى في مين في كل ده في في وضع ايه في وضع المسطح لكن انا ممكن انا هلحم تصاعدي او هلحم اورزنتر او هلحم في اي وضع من الاوضاع دي اسمها وضع لكن الوصله حاجه والوضع حاجه تمام يبقى اول حاجه وضع الوضع المسطح نين الوضع الجنبي الجنبي او الافقي وزي ما بيقول عليه اساسا او يرمي او يقال عليه بالانجليزي هورزنتر تمام الوضع هوريزونتال او افقي وترجمة كلمة هوريزونتال يعني بال بال بالنص مش بالنصي هي ايه افقي في مستوى النظر يعني في مستوى الافقي فمثلا انت ماشي لي يا استاذ انت هتلحم في مستوى النظر يعني انت لازم اطلعها عليك فوق لا يا باشا انت هتلحم في مستوى النظر انت كده كده لما هتيجي تلحم انت نازل وهتنزل في المنسوب وحتى لو هو عالي واطي وهتطلع له لو عالي فيبقى اسمه ايه في مستوى النظر في مستوى النظر في افق لكن انت مش هتنيل وتروح جايب كده تمام هتنزل عشان تشتغل ويبقى في مستوى نظرك وتقدر تبقى في مكان ده عشان كده اسمه افقي في مستوى النظر او جنبي تمام ويرمز له بالرقم اتنين تلاتة تصاعدي تصاعدي وده ان انا ألحم من تحت لفوق هاخد شريط اللحام بتاعتي هاخدها من تحت بالشكل ده كده مثلا ابتدي ايه ابدا من تحت واطلع لفوق ابدا ايه اطلع لفوق لحام من تحت كده وابدا اطلع لفوق لحد ما اطلع ايه لاخر مكان اللحام بتاعي وده اسمه تصاعدي او فيرتيكال اب تمام عكس فوق وهنزل لتحت وده وضع في هل بقى في وضع زاوية في وضع في هل زاوية قصدي في هل في وضع التنازلي ده والتصاعدي في ايه؟ في وصلة تقابلية في وصلة ايه؟ في وصلة ايه؟ في وصلة ايه؟ المهم هل حم وضع في وصلة وضع في وصلة يبقى الوضع هو الطريقة والوصلة هي الايه؟ هي جهة التنفيذ تمام؟ يبقى هل في وضع في وصلة كذا تمام؟ يبقى ده الفرق ده الانواع دول الثلاث انواع اللي هو الحام تقابلي الحام قصدي الوسط المسطح اثنين الجنبي او الافقي ثلاثه تصاعدي والتصاعدي بينقسم لنوعين تصاعدي والتنازلي فيرتيكال اب او فيرتيكال داون وتيجي بعد كده لاخر نقطه او اخر وضع وهو الوضع فوق الراس اوفر هيد وده يلحم دايما بتلحمه فوق اعلى الراس يكون فوق اعلى زي كده مثلا وبتبتدي ايه تلحم. زي بيبقى فوق اعلى اعلى الدماغ اعلى الراس ويبتدي ايه اللحام يلحم او الفن فن اللحام يبتدي يلحم ايه اعلى اعلى راسه يثبت او يكون قطعه المعده متثبته زي ما هنشوف معانا وضع في اللحام بعد شويه بيلحم الطالب بينفذ اللحام اعلى الراس اسمه اوفر اوفر هيد اعلى من الراس تمام ادي اشكال الاوضاع والرموز بتاعتها والرموز دي طبعا وضع الجمعيه الامريكيه بيقول رموز اوضاع اللحام حسب مواصفات الجمعيه الامريكيه الوصلات التقابليه ووصلات الزوايا الداخليه وصلات خلي بالنا من حاجتين هنا الرمز بالنسبه للوصلات التقابليه واخده رمز وبالنسبه للوصلات الزوايا واخده رمز علشان نخلف عشان في ناس بتتدرب تحت المواصفات الاوروبيه المواصفات الاوروبيه او او الجمعيه الاوروبيه غير غير الامريكيه لان الجمعيه الامريكيه بتدي المواصفات لل لل للباليت عادي يعني بتاخد رمز بتاخد مسمى على على المسطح على المسطح كله سواء ايا يعني يكون نوع الوصله مسطحات كلها سواء كنت هتلحمها هتلحمها تصاعدي هتلحمها مسطح هتلحمها بتاع في اي وضع من الاوضاع بتاخد الرمز مع مع الرقم بتاعها يعني المسطح اللي هو القضي بياخد جي واحد الافقي بياخد اللي هو الاورزنتر اللي اتكلمنا عليه بياخد جي تو الرأسي طبعا اللي هو تصاعدي أو تنازلي سواء كان تصاعدي أو تنازلي مع اختلاف شكل السهم مع اختلاف لازم يكون على الرسم أنا راجل بأجرى رسم وهيجيني رسم فلكن فلما يقول عايز نفذ في المكان ده لحام تصاعدي ولا تنازلي هيكون هعرفه منين أيوة زي ما بيقول زملكوا كده هعرفه من شكل السهم اللي موجود المحدد يا مستر على مين على على الرسم هو مشاور له سهم لتحت يبقى انا هلحم تنازلي، السهم لفوق يبقى السهم عودي. وهنا هيبقى كاتب لي الرمز ايه؟ جنب السهم 3 جي 3 جي تمام؟ 4 جي ده للهوفر هيد، دول بقى بالنسبه كلها ايه؟ للباليتات، لمين؟ للباليتات. الباليت بتاخد الرموز ما احنا اتكلمنا عليها كده، اما تعالى بقى هلحم مسطح بس في زاويه حرف تي في اي زاويه من الزوايا في زاوية مسطح هاخد اف واحد، هاخد مسطح افقي، هاخد قصدي الوضع افقي، هاخد ايه؟ هاخد افقي هيبقى اف اتنين، تو اف تو اف، هاخد اه, تصاعدي او تنازلي مع اختلاف شكل السهم هيبقى ايه؟ اف ثري اف هيبقى ثري اف او اف ثري تمام؟ اه, وضع اوفر هيد على الراس على الراس وده هياخد 4F إف او F4 إف تمام دول ايه دي رموز واوضاع اللحام بتاعتي بالنسبه لمين للجمعيه الامريكيه للجمعيه الامريكيه للحام تعالوا نتفرج على زميلكم بيشوف بينفذ لحام على الراس اهوت الاوفر بينفذه ازاي اهوت بينفذ اللحام نثبت بثبت القطعه بتاعته عن طريق لطف أعلى... أعلى... اعلى على الراس ويبتدي بينفذ عمليه اللحام بتاعته تمام ده بالنسبه لتنفيذ اللحام بالفوضى الاوفر هيد أه... تعالى نتعرف بعد كده بقى على نقطه ثانيه التعرف على التعريف الأس... الاساسي للحام بالأوكسستيلين بعد كل اللي اتعرفناه يا ده كل ده، تعرفنا على اللحام؟ اه هنتعرف على اللحام لان انت لازم تبقى فاهم إيه ان انا بعمل درزة اللحام او بركه اللحام او بنطه اللحام في اللحام بالشكل ده ناتج من ايه؟ ناتج عن طريقه ايه؟ علشان تبقى شغال وانت شغال ملم قبل ما اشتغل انا ملم او اعرف اقول ان هيحصل في اللحام ده كذا او كذا او كذا او او هيحصل اللحام ده فيحصل وهيحصل ايه اللي هنا قبل ما اشتغل مش تنبؤ بعلم غيب لكن لا مهاره ومهاره انا مكتسبها بدرايه يعني انا مثلا هقول هبدا اللحم في صيد اه لا ده الصيد ده ضعيف لما هياخد حراره هيبتدي يعرج انت قبل ما تشتغل بتقول اه قبل ما اشتغل بقول ان الحراره اللي هت اللي هتنتج من ال... من هنا على الخامه الضعيفه دي بالمساحه دي هتبتدي تعمل ايه شكل مش مظبوط فهتديني شكل مش مظبوط هتقول انت هتبوظ المنتج اللي في الاخر لصاحب الشغل صح فيبقى انت عندي شغل عنده عندي علم بيه عندي درايه بيه فانا ابقى فني ملم كويس تمام فبقى عندي اول حاجه احنا نبتدي عايزين نتعرف بقى نرجع نتعرف على الاسلوب بتاعنا ده كويس ويقول لك ايه تعريف اللحام بالصهر هو انصهار المعادن الاساسي هو انصهار المعدن الاساسي انصهار اه انصهار المعدن الاساسي يعني انا بصهر طرفين المعدن في الاول طرفين المعدن في الاول اللي هم الشغلة وماشي. ماشي والمعدن المضاف معدن الملء ان اللي هملابه زي مثلا معايا في الصوره كده بصهر بركه الانصهار هنا الاول بعدين بدخل مين؟ بدخل معدن الاضافه. مع ايه؟ تحديث وتاثير حراره ايه؟ اللهب يعني ايه ابتدي مع ايه اه يعني كل دول تحت مين؟ تحت تاثير مين؟ تحت تأثير حراره اللهب بتاعي. تعريف بركه اللحام بقى وبركه الانصهار بركه الانصهار بؤره اللحام هي المنطقة التي يتم تركيز حرارة اللحام فيها فيذوب المعدن الأساس أو المعدن الملء ليكون بركة البركة غير إيه؟ غير بركة صغيرة من المعدن السائل كما هو موضح معنا في الشكل اللي قدامنا عبارة زي كأنها نقطة مية معي أشبه بإن أنت مثلا تضيف نقطة مية عندك نقطة مية وتضيف لها اللون الضيف ده هيروح نقطة لون هيبتدي اللون آه النقطة كلها تاخد نفس اللون ليه؟ اللون هيندمج مع مين؟ مع نقطة المية كلها فيبقى ابتدي ايه؟ يبقى الشكل كله واحد ليه؟ لأن النقطة كلها مية من الأول طيب اللي حولها لنا مية مين؟ اه مثلا ممكن تكون هي كانت حتة تلج واحنا حتة حرارة ودخلنا عليها حرارة وكده ماشي فهو بنفس الكلام كده بن آه البركة اللحام هي البركه حاصله نتيجه الحراره الناتجه معايا من من البوري من لهب يعني يكون نوع اللهب من الانواع الثلاثه يبتدي البركه تكون ايه منصهره ايه عن اشبه بنقطه الميه ويبتدي يخش معدن الاضافه فيها فيروح منصهر برضه حتى هو فيروح ايه بقت كل المكان كانها اشبه بنقطه ميه كامله في المكان كله تمام زي الشكل معانا اللي في الرسم موضح معانا بكده تعريف درزه اللحام درزه اللحام هي كميه صغيره من قطرات انصهر معدن المعدن الملء مع انصهار جزء من مين من المعدن الاساسي بداخله يبتدي يصهر خدنا جزء من المعدن الاساسي عمل وهتلاقيه بيعمل نحر دايما اي لحام من انواع اللحام واي اسلوب من اسلوب اللحم هتلاقي لازم يكون في نحر في المعدة الأساسي لازم ياكل من جزء من المعدة الأساسي فأنت بتعوض أنت بتعوض بالمعدة الإضافي وإلا لو أنت عملت انترقات اللي هو النحر ده بقى عيب من عيوب اللحام أو بقى عيوب من عيوب اللحام أو بقى حاجات تشرك اللحام يعني أو جزء من اللي هي تديش سماحية جودة عالية للحام تلاقي مثلا اختبارات من ضمن اختبارات اللحام يختبر لك ايه الجوانب بتاعتك في اللحام يقول لك الله لا ده انت عندك كت هنا لا المهندس بتاعك الاستشاري وهو بيراجع اللحامات بيقول لك انت عندك كت هنا انت دخل اللحام على الاختبار طلع اللحام من الاختبار في جوده مثلا 80% رغم اللحام بتاعك ممتاز شكله جميل جدا مفيش مشكله مفيش اي حاجه يقول لك لا اصلك انت عندك كت في بعض الاماكن في المعدن وانا مش مسموح عندي ان اعمل نحر انطرقات يعني نحر في النحر انطرقات يعني نحر فانا بنحر عملت نحر في جزء المعده زي مثلا معايا في الصوره هنا قدام مني هيبتدي مثلا تلاقي جزء عامل ايه؟ عامل إيه بص هنا كده عامل نحر شايف الدرزة بتاعت اللحام يعني عامل نحر هيبتدي هو ايه؟ وهو ماشي باللحام يعوض الضرزه اهي؟ المعدن الاساسي هو اللي واخد اللون ده كده اللي واخد اللون كده والدرزة معايا اهيت اللي واخد باللون الابيض اهوت تمام؟ ايوه عامل نحر اهوت جزء المعده ما كانش ماشي كده من الاول جذر المعدن ماشي معايا من الاساس اهو ماشي فيبقى عمل معايا ايه عمل انتقاد نحر اكل معايا جذر المعدن فعشان كده بيقول لك ايه هو ياكل من جذر المعدن بسيط ولكن هبتدي اعوض بمين اعوض بايه اعوض بال بالمعدن الاضافي تمام يبتدي يعوض معايا حتى لو عمل زياده مش مشكله هبتدي ازيل الزياده لو انا مش محتاج الزياده دي عندي يعني انا لو في بعض الاماكن او بعض الـ الـ المنتجات لا يجوز فيها زيادة عن عن سطح عن سطح المعدن يعني مثلا لو نفترض ان زي كده مش عايز زيادة انا فوق صوابعي كده. فوق صوابعي زي تعمل لي زيادة وتبقى مدير مكان وتعمل لي مشكلة في شغل وكلام زي كده. فيبتدي يبتدي يشيلها يشيل ايه؟ الزيادة. تمام؟ ده بالنسبة ايه؟ يبقى يقول لي هي كمية صغيرة من قطرات انصهار معدن الملء مع انصهار جزء من من معدن الاساسي. بهدف ايه تشكيل وصله اللحام يبقى تعريف الدرزه هي كميه صغيره من قطرات انصهار معدن الملء مع انصهار جزء من مين من معدن الاساس بهدف ايه بهدف تشكيل وصله لحام خط اللحام كما زي ما هي موضحه معانا في الشكل وادي الشكل بتاعها باللحام معانا برضو الشكل الصوره اللي تحت وتعريف بقى خط اللحام هو الشكل الناتج يعني خلاص خلص اما الدرزه مين كانت الدرزه بتاع الجزء لسه شغال لكن الوصل هنا تعريف الخط الخط هو ايه هو الشكل الناتج من انصهار درزه اللحم المتراكمه المتراكمه بانتظام واندماجها كما هو موضح معانا في الشكل اللي قدامنا باندماجها بالشكل اللي انت شايفه بيندمج الخط المعدن الاضافي بيندمج مع مين مع المعدن الاساسي تمام؟ يبقى كده ده تعريف الدرزة والخط. بيرصب معانا على جذر المعدن زي ما احنا اتكلمنا معاكم قبل كده وقلنا ان الترصيب ده ان بيرصب على جذر المعدن بحيث ان يجيب اخر الجذر من ناحية المعاكسه او الناحيه الخلفيه. زي ما هو موضح معانا مثلا في الصوره كده بيعمل شطف عشان يجيب لحام الجذر وده بيكون ربع سلك اللحام المسافه دي المسافه اللي هي البيض اللي هي بين بين قطعتين المعدن اليمين والشمال دي ده المسافة بينهم بتكون ربع سلك اللحام زي ما احنا اتكلمنا عنها قبل كده وده بقى مثلا شكل الشطف اللي يكون هيعمله علشان يجهز اللحام طب تعالى نتعرف ايه هو الترصيب هو كمية المعدن المنصهر من معدن الملء التي تضاف الى المعدن الاساسي اثناء عملية ايه عملية اللحام يبقى ده المعدن الاضافي اللي بالترصيب اللي بيرصبه بحسب الإضافة وبعض المعادن الاضافية أو سلوك الإضافة أو الإلكترود بيبقى فيه من ضمن خواصها الكيميائية من ضمن خواصها الكيميائية المضافة إليها عمل آه نسبة ترصيب. يعني إيه؟ نسبة ترصيب. يعني مثلاً مضاف ليها برادة حديد. مضاف ليها آه سيليكات. مضاف ليها يبص انواع مواد كيميائيه كتير علشان تتواكب مع مين مع طبيعه العمل اللي هتنفذ يعني مثلا في بعض انواع اللحم بيحتاج معدل ترصيب ازيد عايز ترصيب اكتر فعايز معدل كتير مش عايز يروح مني هدر فبتلاقي فيها منضف لها خامات اكتر ان شاء الله هتكون فيها في الحلقات اللي جايه هتكون موجود لها جدول وهنعرفكم عليها ان بيضاف ايه لايه عشان يكون معدن ترسيب اكتر بيكون بيرسب معايا معادن اكتر بيكون معايا نسبه ترسيب اكتر إيه فبيكون عمليه الترسيب من الملء من, من مين ناتجه من مين ناتجه من معدن الاضافه بتكون زايده بتكون ممكن تكون فيها زياده ودي بتكون نتيجه ايه عامل اضافه اضافتها كاضافه كيميائيه تمام تعريف زاويه ومجرى اللحام واللي هو الشطف زاوية ومجرى اللحام وهو الشطف اللي هو ظاهر قدامنا كده هي الزاوية التي يتم تجهيزها على حافة قطعة العمل باستخدام مبرد أو آلة تجليخ أو القطع بإيه؟ أو أي وسيلة أخرى تؤدي نفس إيه؟ نفس الغرض يعني مثلا المهم إن أنا هعمل عملية شطف اللي قدامنا دي ممكن أكون هقطع بمنشار ممكن أكون هقطع بصاروخ ممكن هكون هقطع ممكن تكون مقطوعه باللمبه القطعيه وفي الاخر او بور القطع وبعدين هعمل عمليه تجليخ وتسويه ممكن هكون هعملها على فريزه او مكشطه حسب نوع المعدن والخامه بتاعته اوكي مش اي شكل من الاشكال هتدي للشكل مين يعني طب تعالى نشوف الشكل ده فيها كام كم نقطه فيه سبع نقط اول نقطه فيه النقطه رقم واحد وهي فتحه الجذر اللي احنا كنا دايما كل شويه مستر تقول لي جذر المعدن جذر المعدن جذر م... اه جذر المعدن هو الجذر الاساسي فهيكون جذر المعدن الفتحه اللي قدامك دي ودي الفتحه دي دايما بتكون ربع سلك اللحم ربع قطر السلك اللحم اتنين وجهه الجذر اتنين وجهه الجذر الوجه بتاع مين؟ بتاع الجذر من فوق تلاته وجهه المجرم تلاته